مساء الفل على كل متابعين قناة حريف أفلام. فيلم النهاردة اسمه ترافيك. الفيلم بيبدأ مع واحدة اسمها بريا، بتكون شغالة صحفية وعيد ميلادها النهاردة. حبيبها بيبعت لها رسالة اعتذار انه مش هيقدر يكون موجود معاها في اليوم ده لانه مشغول النهاردة وبكرة، وبيقول لها انه اول ما يرجع هيعوضها ويحتفلوا مع بعض. وبتجيلها رسالة كمان من صاحبتها ماليا بتقول لها انها عاوزة تخرج معاها بمناسبة عيد ميلادها، وبتطلب منها انها تاخد اجازة. وهي بتتفرج على المسجات اللي جاية لها بتلاقي رسالة من زميلتها في الشغل بتقول لها ان التغطية اللي هي شغالة عليها بقالها سنة زميلها في الشغل اللي اسمه ستيفن سرقها وكتبها باسمه، ورئيس العمل كارل هياخدها منه هو. فبتروح بريا الشغل وهي متعصبة جدا، وبتدخل المكتب على كارل وبتلاقيه قاعد مع ستيفن. بتقول لكارل ازاي ياخد مجهودها ويكتبه باسم حد تاني. بيطلب كارل من ستيفن يسيبهم ويخرج، ولما بيخرج ستيفن بتلوم بريا رئيسها على اللي عمله معاها، وبيقول لها ان المقالات بتاعتها معقدة جدا ومحدش بيحب النوع ده، واسلوبها مش بسيط على عكس ستيفن. فبتتخانق معاه وبتعلي صوتها، وبيقول لها ان في الغالب مش هيكون ليها شغل هنا بعد كده، وبتسيبه وبتمشي. بعد كده بنشوف بريا وحبيبها جون وصاحبتها ماليا وحبيبها دارين، وهم قاعدين على ترابيزة واحدة وسهرانين مع بعض. وبيقول لها جون انها مصدر الطاقة الايجابية بالنسبة له، وانها اجمل ست عرفها في حياته. وبيكون باين على بريا جدا انها مش في المود، فبيصمموا يعرفوا مالها. فبتقول لهم انها شبه اترفدت من شغلها. وهنا بيضطر دارين حبيب ماليا صاحبتها انه يحرق لها مفاجأة حبيبها جون ليها، وهي انه هياخدها في مكان جميل جدا ويقضوا وقت حلو مع بعض هناك ويفرحها. وبيزعل منه جون انه حرق لها المفاجأة. بتستأذن ماليا وبتقول انها عاوزة تروح الحمام وبتاخد بريا معاها. ولما بيروحوا بتقول لها ماليا انك لازم تتجوزي جون لانك مش هتلاقي حد في الدنيا يحبك قده، بس بتقول لها انها لسه مش هتقدر تاخد خطوة زي دي دلوقتي وانها مش مستعدة. وتاني يوم لما بتصحى بتبص من الشباك بتلاقي حبيبها جون جايب لها عربية هدية وبيطلب منها تنزل تشوفها، ولما بتنزل بتعجبها قوي وبتكون فرحانة. بعد كده بيطلب منها جون تطلع تلبس عشان يبدأوا رحلتهم اللي اتفقوا عليها امبارح. ولما بيجي معاد مروحهم بيطلب منها تسوق العربية بنفسها لأنها بتاعتها، وبتكون سعيدة جدا. بتنزل بريا عند محل في السكة تشتري لوازمهم اللي هيحتاجوها في رحلتهم، ولما بتدخل بيكون في زبون جوه بيخبط فيها وبيكسر حاجات من اللي هي اشتريتها وبيعتذر لها. بعد كده بتدخل للحمام وبتتفاجئ بدخول بنت عليها وبتحس انها خايفة من حاجة. وبيدخل عليهم راجل شكله غريب جدا وبيفضل يستعجلها. في الوقت ده بيكون جون واقف قدام المكان مستني بريا. فجأة بيهجم عليه شباب معاهم موتوسيكلات وبيحاولوا يخربوا له العربية، فبيدخل معاهم في خناقة. بتطلع بريا في الوقت ده، لكن بتيجي الشرطة وبتوبخ الشباب اللي ضايقوهم، وبيشوفوا رخصة جون وبريا وبعد كده بيسيبوهم يمشوا. لكن بعد ما بيركبوا العربية وبيمشوا بتتفاجئ بريا بانه لسه في شاب راكب موتوسيكل وبيطاردهم، فبيقوم جون خبطه بالعربية وبيوقعوا من على الموتوسيكل. بعد كده بيوصلوا لمكان رحلتهم وبيكون جميل جدا ورايق، وبتشكر جون على المفاجأة الجميلة دي وبينزلوا يعوموا سوا في البسين وبيقضوا وقت لذيذ. وبيكون جون شايف ان هي دي اللحظة المناسبة انه يعرض على بريا الجواز، لكن بيحس ان في صوت معاهم في المكان. ولما بيروح يدور على مصدر الصوت بيكتشف انهم دارين وماليا جم هما كمان يقضوا وقت معاهم. بيقعدوا مع بعض وبيسمعوا صوت موبايل بيرن في شنطة بريا، لكن بريا بتقول لهم ان ده مش تليفونها لان تليفونها مش في الشنطة اساسا. ولما بيروحوا يشوفوا في ايه بيلاقوا موبايل غريب محطوط في شنطتها، فبتقول لهم اكيد البنت اللي قابلتها في الحمام هي اللي حطته في الشنطة لانها ما سابتش شنطتها في مكان تاني. بيحاولوا يفتحوه بيلاقوه مقفول برقم سري. بيفضلوا يجربوا ارقام عشوائية لحد ما بيفتح، وبعد ما بيفتح الجهاز بيلاقوا عليه صور بنات صغيرة في اوضاع مش كويسة وبلبس مش كويس، وبيشكوا ان ده ممكن يكون عملية تجارب البنات. وبتكون فيهم صورة للبنت اللي بريا قابلتها في الحمام، فبتقول لهم بريا انهم لازم يبلغوا البوليس ويدوهم الجهاز ده وهم يتصرفوا، لكن بيزعق دارين وبيقول ما ينفعش البوليس يجي هنا والا هو هيتأذي في شغله. ولما بيلاقي دارين ان كلهم ضده بيقرر يفجر سر قدام الكل، وهو ان جون وماليا كانوا على علاقة ببعض قبل كده. بتتصدم بريا وبتقول لجون انها مش عاوزة اي حاجة تربطها بيه تاني بعد اللي عرفته عنه، لكنه بيقول لها انه الكلام ده كان قبل ما يعرفها بوقت طويل وان الموضوع مش في دماغه دلوقتي خالص. فبتسامحه ولكن بشرط انه ما يخبيش عليها حاجة بعد كده مهما كانت صغيرة او كبيرة. اما بالنسبة لماليا فبتاخد حاجتها وبتقول لدارين ملوش دعوة بيها بعد كده وبتمشي وتسيب المكان. وبتكون بريا اتصلت بالبوليس وبلغتهم باللي بيحصل، واللي بترد عليها هي نفس الضابط اللي شافت رخصهم وقت ما كانوا قدام المحل. بعد كده بياخد دارين جون بره وبيكونوا بالليل،
وبيعرفوا ان مالية خلاص قطعت علاقتها بيه وانه زعلان جدا. وفي الوقت ده بتستغل بريان فرصة وبتاخد الموبايل اللي لقيته في شنطتها وبتبعت كل الصور اللي موجودة فيه لموبايلها احتياطي عشان لو حصل اي حاجة. ووقت ما بيكون جون ودارين واقفين مع بعض بيسمعوا صوت عربية، ولما بتنزل منها البنت وبتخبط على بريا بتتفاجئ بريا ان دي نفس البنت اللي كانت معاها في الحمام. بتعتذر لها البنت انها نسيت موبايلها في الشنطة بتاعتها وبتطلب منها تروح تجيبه لها دلوقتي عشان تاخده وتمشي، لكن بريا بتقول لها انها شافت كل الصور اللي عليه وانها تقدر تساعدها تخلص من اللي هي فيه، لكن البنت بتتوتر وبتتحول عليها وبتطلب الموبايل بتاعها. في الوقت ده بيجي ريد اللي بيشغل البنت دي وبيطلب الموبايل اول مرة بالزور، لكنها بترفض رفض تام. ولما العصابة بتلاقي انه مفيش فايدة من الكلام معاها، واحد فيهم بيكتف جون وبيهددها لو ما ادتلوش الموبايل هيقتل جون، فبتدي الموبايل لدارين عشان يديهولهم وتنقذ جون، وبتطلع تجري هي وجون على امل يهربوا من المكان. بعد كده بيطلع دارين بره عشان يديله الموبايل وبيلاقي شنطة مالية وقع على الارض، فبيعرف ان العصابة خطفتها وهي خارجة. بيدي موبايل لريد وبيترجى انه يرجعها له، وبيقدر جون يوصل لمهرب لكن الباب بيبقى مش متثبت، فبيطلب من بريا انها تدور على حاجه يثبت بيها الباب. وفي الوقت ده بيكون دارين بره مع ريد وعصابته، وبيقول له دارين انه شاف كل حاجه على الموبايل، فبيقوم ريد قتله واخد العصابه وهاجمين على المكان كله. بتحاول بريا تدور على اي حاجه يسندوا بيها الباب لحد ما بتلاقي خشبه، فبترميها لجون عشان يثبتوا بيها ويخرج معاها ويبقى في الامان. بيجي واحد بالعصابه يضربه بسكينه، لكن بريا بتنقذه وبتهجم على المجرم. بعد كده بيجروا لحد ما بيلاقوا بيت، بيدخلوا وبيطلبوا من صاحبه انهم يبلغوا البوليس لانهم في خطر، وبيوافق. بعد ما بيبلغوهم بتستخدم بريا الكمبيوتر اللي في البيت وبتحمل عليه كل الصور اللي خدتها من موبايل البنت، وبتبعتها الكار لرئيسها في الشغل عشان يلحق البنات دي ويخرجهم من اللي هم فيه. لكن للأسف واحد من العصابة بيهجم على البيت وبيموت صاحبه وبيضرب رصاص على جون وبيصيبه. بتروح بريا تضرب الراجل لحد ما بيقوم جون واخد البندقية وضارب عليه نار وبيقتله، وبتحاول بريا تنقذ جون لكن للأسف بياخد أنفاسه الأخيرة، وبيقول لها انها لازم تهرب من المكان ده، وبيطلب منها تاخد مفتاح العربية من جيبه وتهرب قبل ما حد يوصل لها. بيموت جون، ولما بتكون بريا بتدور في جيبه على المفتاح بتلاقي الخاتم اللي كان ناوي يديهولها وهو بيطلب منها الجواز، فبتعيط وبتزعل جدا على موته، وبتاخد الخاتم وبتلبسه. بعد ما بتطلع عشان تركب العربية بتلاقيها مش شغالة، فبيهجم عليها واحد من العصابة وبيخطفها، وقبل ما يعملوا لها أي حاجة بتوصل الشرطة وبتكون البنت، وهي نفس البنت اللي دفعت عنهم لما الشباب اتهجموا عليهم قدام المحل. بتأمر العصابة ينزلوا السلاح، وفجأة بتقتل الضابط اللي جاي معاها، وهنا بنفهم ان الشرطية دي شغالة معاهم، بتوبخهم على اهمالهم وان الموبايل ده كان ممكن يوقعهم في ورطة كبيرة جدا ممكن ما يعرفوش يخرجوا منها، وبتأمرهم ياخدوا بريا يحطوها مع باقي البنات. وبتروح تكلم المركز وتقول لهم انه اثناء العملية الضابط اللي معاها تعرض للإصابة عشان تبعد التهمة عنها. بتفوق بريا وبتلاقي نفسها في العربية مع بنات كتير، وبتسمع صوت عياط مالية صاحبتها اللي هم خطفوها. بعد كده بيدخل واحد من العصابة عشان يخدر البنات وبيخدر مالية، ولما بتشوف بريا بتخلع مسمار من الأرض وبتخبيه في إيديها، ولما بيقرب المجرم عشان يخدرها بتطعنه بالمسمار في رقبته وبتقتله. بعد كده بتحاول تاخد مالية وتهرب، لكن مالية مش بتقدر تتحرك بسبب تأثير المخدر، فبتهديها بريا وبتقول لها ما تخافيش أنا هروح أبلغ الشرطة حالا وهيجوا ينقذوكي ويطلعوا البنات كلهم. وفعلا بتقدر بريا تهرب بره المكان، وبتفضل تجري لحد ما بتلاقي محل، بتدخله وبتطلب من البنت اللي واقفة هناك تتصل بالشرطة ضروري، وبتكون بريا جسمها كله إصابات ودم وحالتها سيئة جدا. بتمشي وراها الضابط وبتقف تستناها لحد ما تخرج، ولما بتشوفها بريا بتقول لها انها خاينة عشان خانت مهنتها واشتغلت في أمور غير مشروعة. بتخاف الضابط لحسن تكون بريا هتكشف سرهم فبتحاول تقتلها، لكن بتلاحظ ان المكان محاط بالكاميرات فبتتراجع عن قرارها فورا. بعد كده بتوصل للشرطة وبيعرفوا مكان البنات من بريا، بيروحوا ينقذوهم ومن ضمنهم مالية، وبيقبضوا على الشرطية الخاينة. وفي النهاية بترجع بريا لشغلها، وبيقول لها كارل انها لازم تعمل حسابها، لو المقال ده اتنشر باسمها فهي كده هتبقى عرضة للاستهداف. بترد عليه بلا مبالاة وبتقول له انه عادي بالنسبة لها ومش مهم، المهم انها تنشر الحقيقة زي ما هي. وبنشوفها في اخر الفيلم وهي لوحدها وبتلعب رياضة، والهاند فري في ودنها بتسمع خبر القبض على عصابة هدفها الاتجار بالبشر، وهيتم توقيع العقاب اللازم عليهم.
وبتكون بريا فرحانة بالخبر، وده أهم حاجة عندها. وبكده يكون الفيلم خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس الصفحة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة.